الربيع دوت جميل صح؟ جامد. مش بقول لكم هو ايه، بس قبل ما اقول لكم هو ايه نروح بسرعة كده نفعل الجرس، متنسوش التعليقات. تعالوا اقول لكم هو ايه ده، يلا بينا. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يا رب. النهارده بقى قلنا نعمل حاجه سريعه كده على المشي، فقلنا نعمل مسقعه. طبعا كلنا عارفين المسقعه طبعا بتبقى عباره عن بتنجان وشويه فلفل كده وشويه طماطم وثوم بقى وحبه حبشتكنات كده، بتطلع جامده قوي. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض المسقعه دي ازاي. طبعا من غير لحمه خالص، ما فيهاش اي حاجه، احنا قلنا اخر الشهر بقى والميزانيه بايظه، بس هنعملها بطريقه حلوه قوي وهندخلها الفرن وان شاء الله تعجبكم. انا معايا دلوقتي بتنجانتين مقطعهم ونقعتهم في شويه ملح وشويه خل وصفيتهم كويس قوي عشان الميه بتاعتهم، ومعايا فلفل رومي ومعايا فلفل بلدي منه الوان كده فاتحاه واخضر اهو، بس فاتحاه من جوه عشان طبعا بيبقى فيه بذر وكده. ومعايا طماطمايه هنا 3 طماطمات بالظبط صغيرين كده انا بشرهم، ومعايا توم وبصلايه رفيعه خالص زي ما انتم شايفين ترانشات، ومعايا بهارات بقى كزبره وجنزبيل وملح، بس يفضل ان هو حبه ملح لان حبه صغيرين، لان احنا اصلا في البتنجان احنا حاطين فيه ملح فحبه صغيرين بس. ومعانا طبعا ايه الكمون. دلوقتي انا حاطه الزيت على النار عشان اقلي فيه البتنجان ومسخناه كويس جدا. تعالى نحط البتنجان فيه، نحط البتنجان. بس انا مقطعه البتنجانيه السمك بتاعها عامل ازاي، شايفين؟ شايفين؟ بحس ان هي متهلاش مني قوي يعني. بسم الله، انا طبعا موطي النور على المكان هذا كويس قوي. ننزل بالبتنجان بتاعنا. تمام كده، انا سايباه لحد ما يكبر خالص، يدوبك كده ياخد اللون الدهبي بتاعه وهنطلعه. وبرده الفلفل دوت احنا هنتبله برده، مش هنحطه كده، احنا هنتبله معاه. بس الاول نتبل البتنجان بتاعنا وبعد كده هنتبل الفلفل. شايفين بياخد اللون الذهبي ده ازاي؟ انا قلبته اهو، هياخد بس لون كمان كده بعد كده هشيله. بصوا هو كده اخد اللون اللي انا عايزاه خلاص كده. انا هطلعه بقى، هطلعه الله بقى، احط الفلفل مكانه. انا كده حاطه الفلفل بيتبل اهو، حبه تتبيله صغيره بس كده واطلعه. على فكره الزيت عمال يطرطش عليا وانا طرطش الصفاطه اساسا عشان تعرفوا تسمعوني. خلاص شويه كده هطلعه، بس هو كده كده خلاص بقى اخد التتبيله اللي انا عايزاها. هطلعه بقى، خلاص احنا كده طلعنا بقى الفلفل وطلعنا البتنجان. عندنا بس نقطة بس كده، مطرح ما كنا بنعمل، مطرح ما كنا بنحمر، ننزل فيه الثوم والبصل. البصل انا منفعه خالص ترنشات الفنون. على فكرة انا ما بحبش اهرس الثوم، انا بحب اضغطه ضغطة بايدي كده بالسكينة واسيبه زي ما هو عشان ما يفقدش قيمة الزيوت اللي فيه، لان سبحان الله فيه زيوت كتيرة جدا مفيدة جدا. فانا عشان ما اضيعهاش ان انا ادقه في الكبة او اعمل فيه حاجة او اهرسه وهضيع فايدته خالص، فكده انا بفضل محافظة على الزيوت اللي فيه كلها. هنتبلهم بعد كده ننزل بالصلصة بتاعتنا. شايفين اللون ده؟ انا مش عايزاها تاخد لون اكتر من كده، ولا التومة ولا البصلية، مش عايزة لون اكتر من كده، مجرد التتبيلة بس كده، مش عايزاها تحمر مني اكتر من كده. هنزل بقى بالطماطميه اللي انا بشرها دي كده. تمام، انا حاطه صوص شطه عندي، اي شطه عندك ناشفه، شطه من اللي هي بتدق، صوص جاهز، اي شطه كده حطيه. يا سلام على الريحه وعلى جمالها، اصلا فظيعه كده.
بيخلي الريحه حلوه قوي، بيعمل ميكس مع بعضه جميل كطعم وريحه. عايزه اقول لكم اصلا يا على النار والله العظيم ريحتها جميله قوي، يعني ريحه الشطه باينه مع ريحه التوم مع ريحه البصل، كله ميكس جامد شايفين. وهي بتسبك كده هنحط حبه خل صغيرين، الله بقى، وننزل بالتوابل بتاعتنا كمان، ملح وملح وكمون وجنزبيل وكزبرة، نسيبها تاخد غلوية كده شايفينها كده استبكت تمام. عايزة اقول لكم احنا هنعمل حاجة دلوقتي كده، ايه، احنا هناخد البتنجان هننزله فيها كده وهي بتستبك كده مع حبة فلفل كمان، بتنجان حبة فلفل، بصوا الجمال. هي كده بس بتاخد غلوة كده على النار، وهطفي عليها وهحطها في الصينية وهدخلها الفرن. تعالى افضيها بس في الصينية كده زي ما هي، مش هحرك اي حاجة فيها، وهحطها في الفرن. انا كده فضيتها في صينيه، طبق بايركس او صينيه عندك، ودخليها الفرن 5 دقايق او 10 دقايق وهنطلعها من الفرن، كل الصوص اللي فيها دوت يتشرب، بعد كده نطلعها نقدمها. بصوا بقى بعد ما طلعت من الفرن عامله ازاي، تحفه والريحه جميله قوي والطعم فظيع، هتعجبكم. انا بعشقها على فكره، وعايزه اقول لكم على حاجه، انا المسقعه دي بعشقها مع البيض المسلوق، فظيعه يا جماعه جربوها والله العظيم. على فكره ماما لو عرفت ان انا بقول كده دلوقتي هتجري ورايا هتضربني، عشان هي عارفه ان انا بعشقها قوي مع البيض المسلوق، بتبقى تحفه تحفه تحفه. قدموها وجنبها خضار، خيار جنبها، بطاطس، الحاجه اللي تعجبكم حطوها جنبها. وبالف هنا وشفا، ما تنسوش لايكاتكم، ما تنسوش تعليقاتكم، وما تنسوش ارائكم، وتقولوا لي ان انتوا جربتوها وعجبتكم. ان شاء الله تعجبكم، واستودعكم الله.